بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. نواصل التحديات. الشوط السابع فئة الأبكار هنا من سباقة الحلفة. الهجن يا أهل الهجن، تبغى مكاليف، تبغي لها صبي يشد الحزامي يصبر على الغربة وكثر المصاريف وعلى التعب مع قليل المنامي. أسير إلى المقدمة، أسير إلى الصدارة مع ند الشباب محمد بن حمد بن سيف بالغيث المري. المركز الثاني مع متعبة خليفة بن عبد الله بن راشد الكتبي. المركز الثالث اتابع واشوف مع من المركز الثالث، مع مبشرة شعفار بن غلام بن موسى بن حمد احمد البلوشي. وايضا هنالك القدوم من الجانب الاخر مع حشيمة عبد الله بن حميد بن حارب المهيري يا سلامة. وايضا هنا القدوم مع زاخر سالم بن عبيد بن سعيد الزرعي. اسير الى المقدمة، اسير الى الصدارة. ياهي منافسة، ياهي منافسة مشتعلة 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 امام اللوحة 400 متر مع متعبة خليفة بن عبد الله بن راشد الكتبي. والمركز الثاني ند الشبا محمد بن احمد بن سيف بالغيث المري. وايضا المركز الثالث مع زاخر سالم بن عبيد بن سعيد الزرعي. لكن ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. ايضا القدوم يا سلام من رضية عبد العزيز بن حمد بن حمدان الوهيبي. الله يرضى عليك يا عبد العزيز، الله يرضى عليك على هذه النوعية الجميلة، النوعية الطيبة، النوعية الفاخرة. مرضية مرضية مرضية، أقلعت أقلعت، تهانينا والناموس عبد العزيز بن حمد بن حمدان الوهيبي. المركز الثاني، المركز الثاني مع الشاهيني سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي. المركز الثالث، المركز الثالث متعبة خليفة بن عبد الله بن راشد الكتبي. توقيت مرضية 2:14. الله يرضى عليك يا عبد العزيز يا بن حمد بن حمدان الوهيبي.